رجل من فلوريدا يمزح بشأن الزواج من كلب فيطرد من عمله. راي أوهلر ضحية أخرى لقرار المحكمة العليا التي أقرت بزواج المثليين. فقد تساءل الشاب على فيسبوك قائلا: ما المانع في الزواج من كلب إذا كنت تحبه يا سيدي؟ خلافا لكلبه روكر. قامت على أسرها شركة جريس أدفيسوري بطرده من العمل. لم يكن أوهلر الوحيد الذي يعتقد أن تشريع زواج المثليين لا يفرق عن الزواج من الحيوانات، ويقول أنه لم يكن على علم بأن شركته تفرض قوانين خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي التي قد تكون ضربته بحسب قانون فلوريدا الطرد من العمل. فهل تعتقدون أن ما فعله أوهلر ضربا من الاستهزاء يستحق الطرد يا سادة؟